بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين اتقوا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون شرح الآيات بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم بل بدا لهم ما كانوا يسترون من قولهم أو يخفون من قولهم والله جل وعلا والله تبارك وتعالى ربنا ما كنا مشركين حين شهدت عليهم جوارحهم ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقال هؤلاء المشركون لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها ولسنا بمبعوثين للحساب ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى أيها الرسول حين أوقفك منكر البعث بين يدي ربهم عز وجل
لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله جل وعلا: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك؟ قالوا: أقسمنا بربنا الذي خلقنا، إنه لحق ثابت لا شك فيه. فيقول لهم الله جل وعلا عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم، فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة، واستبعدوا الوقوف بين يدي الله عز وجل، حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا لحسرتنا وخيبة آمالنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم، ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وفي آية متشابهة: للذين اتقوا أفلا تعقلون. وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله عز وجل. وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله عز وجل بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية. أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك، فتؤمنوا وتعملوا الصالحات. يستفاد من الآيات الكريمة من عدل الله جل وعلا أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض. كذلك يستفاد: ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فربما يوجد حائل مثل ختم القلب والعياذ بالله، أو الصمم عن الانتفاع أو غير ذلك. كذلك يستفاد بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم لا يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم.